الرئيس التركي يؤكد على عزم بلاده لقاء سلطة الأسد، والآخرة تضع شروطا مسبقة لأي عملية تقارب. قوى سياسية ومدنية تؤكد التزامها بمبادئ الثورة السورية ومطالب وتطلعات الشعب السوري. يقدم خدماته الحيوية لأكثر من 50,000 مستفيد توقف دعم مركز يوروميد جوز الصحي ينذر بأزمة صحية جنوب إدلب. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أكثر من سيستفيد من السلام العادل في سوريا. وحول لقائه بشار الأسد أشار إلى أن وزير خارجيته يقوم بتحديد خريطة الطريق. التفاصيل في التقرير التالي. مع كثرة تصريحات حول التقارب التركي مع سلطة الأسد، يبدو أن أردوغان عازم على عقد لقاء مع بشار الأسد أكثر من أي وقت مضى. إن شاء الله. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أثناء عودته من واشنطن عقب مشاركته في اجتماع حلف الناتو إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، مشيرا إلى أن وزير خارجيته يقوم بتحديد خارطة الطريق حول لقائه مع بشار الأسد من خلال محادثاته مع نظرائه، وبناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة. وعن تبعيات التقارب التركي مع سلطة الأسد، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا لمحللين سياسيين قال فيه أوزغور المحلل في الشؤون التركية ومدير صندوق مارشال الألماني في أنقرة إن أردوغان يأمل في التوصل إلى اتفاق قد يمهد الطريق لعودة العديد من اللاجئين السوريين في بلاده، فيما أشار إلى أن التقارب سيكون خطوة نحو إنهاء عزلة الأسد السياسية في المنطقة عقب حملة القمع التي قام بها ضد المتظاهرين عام 2011. التقارب الذي رفضه السوريون من خلال المظاهرات التي خرجت في مناطق متفرقة من سوريا. عبر عن رفضه أيضا عضو مجلس الكونغرس الأمريكي جو ويلسون من خلال قوله إنه يشعر بخيبة أمل عميقة لأن الرئيس التركي طلب علنا لقاء مجرم الحرب الأسد على حد وصفه، معتبرا أن التطبيع معه هو تطبيع مع الموت نفسه، وأن هذا الأمر يدعو مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة وتمرير قانون مكافحة التطبيع مع سلطة الأسد. تبقى ردود الفعل حول التقارب مع سلطة الأسد متباينة من قبل الدول الكبرى والفاعلة في الملف السوري كروسيا الداعمة للتقارب وأمريكا الرافضة له، في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي. تقارب ربما يكون له تبعات تنعكس بشكل مباشر على السوريين. صرحت وزارة خارجية سلطة الأسد حول التقارب مع تركيا مشيرة إلى أن مبادرة التطبيع يجب أن تبنى في مقدمتها على انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية ومكافحة المجموعات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وسوريا بحسب وصفها. وقالت الوزارة في تصريحها إن مصلحة الدول تبنى على العلاقة السليمة فيما بينها وليس على العدائية، مؤكدة أن عودة العلاقة مع تركيا تقوم على العودة للوضع الذي كان سائدا قبل عام 2011. وفي وقت سابق صرح الأسد في عام 2023 بأنه لن يلتقي بأردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا وعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 2011. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف تركيا هو عودة الازدهار لسوريا، مشيرا إلى أن تركيا هي المتضرر الأول مما يحصل في سوريا. التقرير التالي والتفاصيل. تتسارع خطوات التقارب التركي مع سلطة الأسد حتى تصل لتحديد مكان لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببشار الأسد. الرئيس التركي قال إنه دعا بشار الأسد قبل أسبوعين لعقد اجتماع في تركيا أو في دولة ثالثة
مشيرا إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هو المخول بتنظيم الاجتماع مع الأسد في دولة ثالثة، وهو المفوض بالتعامل مع هذه القضية. يبدو أن العراق هي الدولة الثالثة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال إن مسؤولين سوريين وأتراك سيعقدون اجتماعا قريبا في بغداد ضمن الوساطة العراقية بين تركيا وسلطة الأسد، بينما نقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن مصدر مطلع لم يسمه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعارض فكرة عقد اللقاء بين أردوغان والأسد في العراق. بعيدا عن مكان اللقاء وزمانه، يبقى التساؤل لدى السوريين المعارضين عن جدوى اللقاء لتركيا عدا عن ضرره التام لمقتضيات الثورة السورية. وهنا يشير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن غاية تركيا الأساسية هي أن تكون الأراضي السورية خالية تماما من الإرهاب، إضافة إلى أن تصبح دولة مزدهرة يحكمها السوريون. يشير الرئيس أردوغان إلى كون تركيا أكثر الدول المتضررة من الصراع في سوريا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدعم الإرهابيين وليس الأكراد في سوريا بحد قوله، بينما تركيا تدعم الأكراد السوريين وتحمي حقوقهم. سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح كريس لو قال إن واشنطن لن تغير موقفها من سلطة الأسد، مشددا على أنه لا تطبيع مع سلطة الأسد أو إعادة إعمار من دون حل سياسي. تصر واشنطن على موقفها المعارض لسلطة الأسد بينما تدعم قسد في ذات الوقت، ما أنقرة فتبحث عن حل مع روسيا التي ساهمت في عرقلة الحلول السياسية. أكد الائتلاف الوطني في بيان له على التزامه بمطالب الشعب السوري الذي ثار وضحى من أجل تحقيقها، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يتحلى بالحكمة وعدم الانجرار وراء الأخبار المزيفة التي تسعى لتفريق أبناء الشعب الواحد. من جانبه أعلنت الحكومة المؤقتة تمسكها بمبادئ الثورة والعمل على تحقيقها بما يتوافق مع تطبيق الحل السياسي وفق القرار 2254، محذرة الأحرار والمواطنين إلى عدم تخريب المؤسسات وتدمير مكتسبات الثورة التي بنيت خلال السنوات السابقة. كما أكدت جامعة حلب في المناطق المحررة التزامها بمبادئ الثورة السورية ورفضها للمصالحة مع سلطة الأسد والدول الداعمة لها. طالب تجمع النقابات والاتحادات الحرة في سوريا خلال الاجتماع الذي عقد مع الحكومة السورية المؤقتة بالالتزام بحق التعبير والتركيز على كرامة وحرية المواطن. وأكد التجمع على أن الحل في سوريا يكون عبر هيئة حكم انتقالي وفق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254، ورفض التجمع أي خطوة تؤدي إلى المصالحة مع عصابة الكبداكون المغتصبة للسلطة في دمشق بحد وصفه، ودعا إلى مطالبة مفوضية اللاجئين بالتدخل والقيام بدورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين. وينضم إلينا المهندس أحمد باسم نعناع، نقيب المهندسين الأحرار ورئيس تجمع النقابات والاتحادات الحرة من مدينة عزاز. أهلا بك أستاذ أحمد. بالبداية حدثنا عن مجمل مطالبكم خلال الاجتماع الذي عقد مع الحكومة السورية المؤقتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوتنا في حلب اليوم، شكرا لك. اجتمعنا مع الحكومة لإيصال مطالبنا كتجمع نقابات واتحادات، وكذلك لإيصال صوت الشارع للحكومة والمطالب التي تتقاطع مع مطالبنا والتي نرى من وجهة نظرنا أنها تصب في مصلحة الثورة وفي مصلحة الواقع الحالي. من هذه المطالب أكدنا على حق الشعب السوري بالتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه بكافة الطرق والوسائل السلمية، والتركيز على كرامة وحرية المواطن، وهذا يعني أي تعرض لأي مواطن يعبر عن رأيه بحرية وبسلمية ويتم بحقه أي إجراء غير عادل سنكون واقفين بنقاباتنا بجانبه. أكدنا بالبند الثاني أن الحل في سوريا يكون عبر هيئة حكم انتقالي وفق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254. نرفض أي خطوة تؤدي للمصالحة مع عصابة الكبتاجون المغتصبة للسلطة في دمشق والتي تستمر في انتهاك حقوق
الإنسان، وأكدنا على حق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية ذات الصلاحيات الكاملة التي تملك الشرعية الشعبية والقانونية بحيث يكون مقرها في المناطق المقررة، والعمل على تمكين مركزية المؤسسات وتمكينها. وبالتالي إن عقد الاتفاقات مع أي جهة أو اتخاذ أي قرار في المناطق المحررة هو حق سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق مبادئ الثورة السورية، طبعا من خلال القيادة المنتخبة، ومن بينها المعابر وغير المعابر. بما أنه سيكون قيادة منتخبة، فأي شيء يصدر عن القيادة المنتخبة يكون جيدا من طرفنا. أكدنا على ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين بين المناطق المحررة، وطلبنا تعزيز الأمن والسلامة فيها. طالبنا كذلك باتخاذ الإجراءات. نعم سيد أحمد، أنتم طالبتم بمطالب سلمية وهناك جهة أخرى تطالب بالتصعيد إن صح القول، ما هدفها من ذلك؟ حقيقة يعني بشكل عام المطالب وبنسبة 80 حتى 90% هي مطالب مشتركة، إن كان مع مطالبنا التي ندعوها ومطالب بها أو حتى مطالب ساحات الاعتصام أو المتظاهرين، وربما نختلف معهم في بعض الإجراءات أو بعض الأدوات التي تؤدي لتحقيق المطالب. وبالكامل الثوار في الشارع والثوار في الساحات نحن جزء منهم، ولكن من خلال المطالب التي حددناها كتجمع للنقابات وصدرناها للعلن، ولدينا خطة عمل للوصول لها ولتحقيق هذه المطالب. شكرا لك المهندس أحمد باسم نعناع، نقيب المهندسين الأحرار ورئيس تجمع النقابات والاتحادات الحرة، كنت معنا من عزاز. خرج مئات المتظاهرين الجمعة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء استكمالا لما بدأوه منذ ما يقارب 10 أشهر لتأكيد على إسقاط سلطة الأسد، واستنكارا للتطبيع معه ورفض انتخابات مجلس الشعب التي اعتبرها المتظاهرون أنها انتخابات غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري. في استحقاق سوري اليوم واستحقاق إثبات عدم شرعية هذا النظام، وتبدأ إذا كانت بدأت بالمظاهرات السلمية من 2011 وعادت السوريين في السويداء إحياء من جديد تحت عنوان التغيير السياسي، اليوم السوريين وخاصة أبناء السويداء أمام استحقاق سياسي عنوانه مقاطعة هذه الانتخابات غير الشرعية. هاي الانتخابات اللي عم يفرضها النظام وكأنه يقول للناس أنه هو نظام ديمقراطي، نظام علماني، نظام يحمي كل السوريين، وهذا العبث بات معروف لكل السوريين وخاصة لأبناء السويداء. مقاطعة الانتخابات يعني مقاطعة أو ضرب شرعية هذا النظام غير الشرعي بالأساس. عم تحدث أمور هي التفاف على حرية الناس، على ضميرها، على وجدانها، على مصالحها الأساسية، مثل عملية ما يسمى باستحقاق مجلس الشعب حاليا. نحن عايشنا مجلس الشعب منذ 70 لليوم، ما شفنا ولا فائدة لهذا المجلس على الإطلاق إلا عملية التصفيق ورفع اليد. لذلك كل الأحرار بمحافظة السويداء ونقاط الحراك والشباب والاختيارية مجندين للوقوف بوجه إجراء هاي الانتخابات لأنها لا تلبي مطالب الشعب على الإطلاق. نحن بالسويداء اليوم عم نحكي كل جمعة هذا الحكي من أكثر من 11 شهر، دخلنا بقريب السنة، وعم نأكد على خياراتنا اللي اخترناها من البداية على أنه هذا النظام راحل لا محال. نحن بس بدنا نوجه رسالة للانتخابات بمناسبة الانتخابات القادمة بعد كم يوم. هذا النظام بعده عم يكذب على الناس وعم يدعي بأنه هناك مجلس شعب عم يمثل هذا الشعب. للأسف مجلس الشعب هذا هو ما هو إلى مجلس دمى، عم يضحك على الناس بوعود خلابية
ولا حدا بيقدر ياخذ منهم لا حق ولا باطل. للأسف أعداد يمكن رواتب اللي عم ياخذوها لو بيصرفوها علف للحيوانات للأسف يمكن كان أفضل بهذا البلد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حكمة الموسى ستيني من سكان الشغور بريف إدلب يهوى جمع العملة والأوراق النقدية القديمة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أكدت مصادر خاصة لقناة حلب اليوم فشل اتفاق التسوية في بلدة كناكر بريف دمشق بين الأهالي وسلطة الأسد، وذلك بعد إحجام المتخلفين والمنشقين عن الذهاب إلى مركز التسوية بالمنطقة. وقالت المصادر إن سلطة الأسد تصر على التحاق المتخلفين للخدمة ومنح مهلة 15 يوما للمنشقين للالتحاق بقطاعهم العسكرية، وأشارت إلى أن سلطة الأسد تطالب بالالتحاق الفوري لآلاف المتخلفين إضافة لتسليم 200 قطعة سلاح، وتهدد بقصف البلدة واقتحامها في حال عدم تنفيذ أوامرها. في خضم الأزمة الإنسانية المتلاحقة التي يعاني منها شمال غرب سوريا، يشهد القطاع الطبي في جنوب إدلب تدهورا حادا مع توقف الدعم عن مركز أورام الجوز الصحي. هذا المركز الذي كان يقدم خدماته الحيوية لأكثر من 50,000 مستفيد يعاني الآن من توقف الإسعافات الأولية وتوزيع الأدوية المجانية وتوقف عيادة الأطفال، ما يعمق الأزمة الصحية ويزيد من معاناة السكان والطاقم الطبي على حد سواء. يعاني القطاع الطبي من أزمات متتالية، ومن ضمنها توقف الدعم عن مركز أورام الجوز الصحي. يعد هذا المركز من أهم المنشآت الطبية في منطقة جنوب إدلب، حيث يقدم خدماته لأكثر من 50,000 مستفيد. توقف الدعم أدى إلى توقف الإسعافات الأولية وتوزيع الأدوية المجانية وحتى عيادة الأطفال، وتراجع قدرة المركز على تقديم الرعاية الصحية الأساسية. يعني بالنسبة لنا نحن مريضين سكري، في ولا 10 نحن بأورام الجوز، وكلهم حالي يعني تحت الوسط. نحن إذا بدنا نروح نشتري شاش على مؤاخذة ونشتري دواء، عرفت علي شلون؟ يعني ما بيمشي حال. وهلا انا عديت على الصيدلية ما عندهم بضاعة، جبت معي بكرتين شاش مشان اشو؟ مشان القدم السكري. كان يخدمنا بعدة امور، وهلا اصبح انه اتفه الامور بالضماد، تغيير ضماد ما بقى فيه. يعني هلا صار عندنا المشوار لأدب المديني، اقرب مشوار لأدب المديني صار تكل فيه زايدة وامور يعني صعبة كثير على المواطن. توقف الدعم لمركز أورام الجوز الصحي لم يقتصر تأثيره على المرضى فقط، بل شمل أيضا الطاقم الطبي. الأطباء والممرضين باتوا غير قادرين على تأدية واجباتهم بسبب نقص الموارد والأدوية والمعدات الطبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة بشكل عام. يقدم مركز أورام الجوز الصحي حوالي 6 قرى محيطة بالمركز، يبلغ عددها تقريبا 25,000 نسمة، ويخدم قرية أورام الجوز والمخيمات غرب القرية، يقدر عددهم 10,000 نسمة. تغيب الخدمات الصحية بسبب انقطاع الدعم عن المركز مثل باقي المشافي والقطاع الطبي، ويفتقر المركز لكميات كبيرة وشح من الأدوية والمواد الإسعافية. مع استمرار الأزمات الإنسانية في شمال غرب سوريا، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيل مركز أورام الجوز الصحي وجميع المنشآت الطبية التي توقف عنها الدعم، لتخفيف معاناة المدنيين في تلقي العلاج في المشافي الخاصة. في ظل الأزمات التي يمر بها القطاع الطبي في شمال غرب سوريا، توقفت العديد من المنشآت الطبية عن العمل بسبب إيقاف الدعم عنها، مما ترك آلاف المدنيين غير قادرين على تحمل تكاليف المستشفيات الخاصة. أحمد يد، حلب اليوم،
ريفو دليب. أقامت كلية الطب البشري في جامعة حلب في المناطق المحررة بالتعاون مع مكتب الطلبة وشركة الأدوية ريفا فارما فعالية الندوة العلمية الطلابية الأولى على مدرج الجامعة، والتي تضمنت 49 بحثاً علمياً طبياً لمختلف الأمراض وبإشراف أكاديميين مختصين في هذا المجال. على مدار 3 أيام أقامت كلية الطب البشري بجامعة حلب في المناطق المحررة وبالتعاون مع مكتب الطلبة فعالية علمية تحت عنوان الندوة العلمية الطلابية الأولى، وذلك على مدرج الجامعة بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين وأصحاب الاختصاصات الطبية، إضافة لعدد من طلاب كليات الطب والصيدلة. هذه الندوة عبارة عن محاضرات علمية وفق أحدث التوصيات العلمية يلقيها طلاب الطب في السنة السادسة على مسامع زملائهم من باقي السنوات. هذه الندوة هي فرصة مهمة جدا لتسليط الضوء على أهمية البحث العلمي وتعزيز مهارات البحث والمعارف العلمية في الطب البشري. 49 بحثا طبيا قدمهم الطلاب المشاركون في الندوة، والتي تمحورت حول الأمراض النفسية والقلبية والهضمية والعظمية، كما تناولت الأبحاث عددا من الأمراض الأكثر شيوعا والتي تواجه الأطباء في عملهم بعد تخرجهم. استعان الطلاب في إعداد دراساتهم بمواقع معتمدة للأبحاث العلمية. كنت أحد المحاضرين في هذه الندوة في اليوم الأول، حيث شاركت زملائي في الجلسة العامة الأولى للندوة بالإضافة لجلسة الأمراض الخمجية. تعد هذه الندوة فرصة ذهبية لتبادل المعلومات السريرية بين الأطباء وتوسيع آفاق الطلاب والاطلاع على أحدث الدراسات والتوصيات الطبية بأسلوب ممتع ومختصر. حبيت كون مشارك بهذه الندوة. كان موضوع المحاضرة اللي عم بحكي عليها هو كيميكال تيروريزم أو تدبير حالات الإصابة بالمواد الكيميائية، بما أني أنا كنت بالغوطة وكنت بفترة الحصار بفترة القصف قوات الأسد الغوطة بالأسلحة الكيميائية. أشرف على تقييم الأبحاث وتطبيق معلوماتها عدد من الأكاديميين المختصين والذين ناقشوا كل بحث مع الطالب الذي أنجزه، وبحضور عدد من الطلاب من ذات التخصصات، وذلك بهدف الوصول إلى معلومات طبية أكثر دقة تفيد الطلاب بعد تخرجهم. اختتمت الندوة بتكريم الطلاب بشهادة تثمن جهودهم في الأبحاث وترجمة بعض الكتب الطبية التي تدخل في المناهج الدراسية. تعتبر هذه الندوة العلمية الطلابية مساحة تثقيفية لطلاب الطب البشري ليتمكنوا من خلالها توسيع القاعدة المعرفية من خلال المحاضرات والمناقشات فيما بينهم. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. أقيم في مدينة اسطنبول معرض تعليمي بحضور عدد كبير من ممثلي الجامعات التركية بهدف تمكين الطلاب المقبلين على التسجيل في الجامعات من اختيار تخصصاتهم. بهدف تمكين الطلاب الناجحين في الشهادات السنوية من اتخاذ قرارات صائبة حول مستقبلهم الأكاديمي وتقديم النصح والاستشارات اللازمة لهم، قيم في مدينة اسطنبول التركية معرض تعليمي جمع الطلاب العرب والسوريين مع ممثلين عن الجامعات التركية. بالنسبة للطلاب الدوليين الموجودين هون في تركيا دائما ببحثوا عن مصدر معتمد أو جهة معتمدة موثوقة لحتى يكملوا تعليمهم الجامعي. فنحن هون بهذا اليوم جمعنا كل الجامعات التركية في هذا المكان لحتى يجي الطالب بنفسه ويشوف بنفسه ويسأل الجامعة بشكل مباشر من الطالب للجامعة ويعرف أي ممكن جامعة ممكن تكون مناسبة له ويشوف على أرض الواقع. فهون نحن حلينا مشكلة أنه الطالب يبحث عن جهة معتمدة وموثوقة، يأخذ معلومة من مكان مؤكد موثوق، يأخذها من صاحب العلاقة بشكل مباشر. لم يقتصر معرض يونايتد التعليمي على تقديم المعلومات الأكاديمية فقط، بل تضمن أيضا محاضرات تعليمية وثقافية بهدف توعية الطلاب لاختيار التخصصات المناسبة لهم وتوجيههم للتفكير بأهمية مستقبلهم المهني وضرورة التعرف على سوق العمل التركي والتكيف معه. نحن هون فينا نلتقي بكثير خريجين من تقريبا كافة التخصصات وفينا نأخذ نحكي عن تجربتهم هن بالجامعات التركية،
نسألهم عن التخصصات، عن أي شيء نحتاجه نحن كطلاب موجودين هون. فعم يكون عم توصلنا الفكرة بشكل كامل بصراحة، لأنه عم نتواصل بشكل مباشر مع الطلاب اللي عم يدرسوا أو اللي درسوا بهي الجامعات. طبعاً نصيحتي حالياً للطلاب المقبلين على الدراسة لهذا العام بأنهم يعرفوا أكثر عن التخصص اللي هن ناويين يدرسوا، لحتى يعرفوا بالضبط شو رح يواجهوا، ويحددوا من الأول إذا هن قدرانين يكملوا هذا المشوار للآخر وينجحوا فيه أو لا. تأتي أهمية هذا المعرض من أهمية المرحلة الجامعية كنقطة تحول في حياة الطالب المستقبلية الأكاديمية والمهنية، خاصة وأن هؤلاء الطلاب ستكون بيدهم زمام المبادرة مستقبلاً لبناء مجتمعاتهم وتطويرها. يهوى ستيني حكمة موسى من بلدة الشغور بريف إدلب الغربي جمع العملة والأوراق النقدية القديمة والتراثية ويعتبرها جزءاً من التراث والتاريخ. تتراكم الذكريات والقصص في كل قطعة نقدية تجمعها يد المسن حكمة، فهو ليس مجرد جامع للعملات القديمة، لكنه يعرف تراثها وتاريخ حقبتها الزمنية. لنتابع المادة التالية. أنا من هواة جمع العملي القديمي والأشياء الأثرية القديمة، وهاي الهواية يعني متراودني منذ الصغر. كان عمري بحدود أول ما بلشت أجمع للعملة كان عمري بحدود 12 ل13 سنة، فقط من أجل الهواية وأجل حفظها، لأنه بعتبر أنا هاي تاريخ وتراث إنساني لكل البشرية. العملات اللي عندي كلها بعتبرهم مثل أولادي الكل، حتى لو كانت حديثة العهد، ولكن اللي دائما هيك بفتخر فيها وبحبها كتير اللي كنت نتعامل نحن فيها نحن وصغار، يعني مثلا النص فرنك والفرنك والفرنكين والربع ليرة، مرورا بالليرة السورية. العملة كتير بحبها كتير، هي المئة ليرة السورية القديمة اللي طبعت بالستينات، فهي يعني إلى عندي وقع كبير بنفسي سبحان الله، لأنه تعتبر نادرة الوجود، وعملي فعلا كانت إلى قيمتها وكانت مكفولة في البنك الفرنسي، وكانت يمكن تجيب عدة غرامات من الذهب الـ 24 قراط. يعني كان نقد العروس أحسن عروس هذيك الأيام بالألف ليرة سوري، من هاي لما كانت هاي 100 ليرة، 1200 ليرة، هاي بنت الأغا، هاي كان أنا يعني بتذكر تماما هذا الحكي كله. يا طبعا أمهاتنا وأباتنا وأجدادنا اللي عاصروا هذا هاي المرحلة. دائما الشيء السمين ما في داعي أنت تسأل هذا قد ايه عمره ولا قد ايه بسوى، فالإنسان اللي بيحب هذا الموضوع ويعني وعنده شغف فيه، فهم لما بيمسك القطعة بيطلع فيها فورا بجل إلى الاحترام والتقدير، لأنه هي بتقول لك أنا عمري مثلا 70 سنة أو 100 سنة، قرن من الزمن، عملي أمرأة أنا عندي أمرأة 40 سنة، هي 40 سنة مو أمر سهل. ولكن بالنسبة لنا أنا هدول قيمتهم أكثر من كثير من العملات اللي بين إيدينا. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.